مفتاح في الباب. نوري. أنا أظن أوكي. الله. هذا أعطيكم سويت جميل ما شاء الله. الله. جميل بصراحة. جميل. بداية رحلتنا تبدأ من زيارة مركز الملك عبد العزيز العالمي إثراء. وننطلق من هذا المكان إن شاء الله إلى مواقع متجددة في المنطقة الشرقية. كيف الانطباع الأول؟ نصورك نحن كمان. انطباعك الأول؟ انطباعي صراحة. أيوة. يعني ما كنت أتوقع كذا مكان من برا كأنه صخرة. أيوة. بس مبنى صراحة رهيب. حلو مرة. جميل جدا. الديكورات حلوة. هذه ما توقعت إنها عبارة عن عواميد. هذه لها قصة جميلة دي إن شاء الله. أحد. نعم إن شاء الله نشوف أحد يشرح لنا ويعطينا معلومات. وين البقية إن شاء الله؟ طرف العالم. عم يمشوا على نملة. أوكي. يلا يا بنات. السلام عليكم. كيف الحال؟ طيب. كيف الصحة؟ الله بشكل طيب. الحمد لله. أنا أشوف عندك حاجات حلوة هنا. أيه هناك في إبداعات وخاصة معرض الطاقة موجود أكثر. نروح معرض الطاقة أول ونرجع صح؟ أيوة. يكون أحسن. تمام. الآن في منطقة الاكتشاف زي ما قلت لكم هنا تم اكتشاف البترول منذ ملايين السنين من خلال أعماق البحار زي ما تشوفون من خلال كائنات حية لا ترى بالعين مجرد حجمها أقل من سمك شعرة الرأس. الكائنات هذه تتغذى على الحرارة والضغط بمجرد ما تموت تترسب في أعماق البحار وبعد كده على مر السنين يتكون طبقات من الطين والصخور ومن هنا يتم تكون الرمل. أنا وياكم الآن راح نكمل أيضا في منطقة الاكتشاف راح نشوف كيف العصور القديمة وظفت في اكتشاف البترول. تفضل معي. أخميس بروم كان ساعدوا في
اكتشاف مكان من النقطة وساهم كثير في تطوير شركة ارامكو السعودية وتيكون باسم سمو باكرة ناقلة للبترول باسم خميس بن رمتان. أما اللي أنتم تشوفونه الآن قدامكم هذه استخدامات العصور القديمة ترك والغاز. أيضاً جداد المقابل نفس الفكرة عشان نعطي فكرة مبسطة للأطفال اللي هم يتعرفون على مختلف المواد الكيميائية وإيش يتم التصنيع من خلال هذه المواد. اتفضلوا معي عندنا آخر اتصل. متجر إثراء. فكرة جميلة أن يكون الإنسان في زيارة يحمل ذكرى من المنطقة الشرقية ومن إثراء بالتحديد. كل للبيع. مع ختام جولتنا في مركز إثراء الأستاذ عواطف مساك الله بالخير. الله يمسيك بكل خير. الحقيقة زيارتنا الأولى هذه إلى برنامج زيارتكم للمنطقة الشرقية، ماذا تقولين؟ والله أنا ما كنت أتوقع أبدا في المملكة ألاقي مكان زي هذا ولا كأني في أوروبا. الحقيقة مبنى متعوب عليه، مجهود جبار جدا من مرشدين، من أقسام مجزأة لشرح كل شيء في الدمام، رائع الحقيقة. أنا يعني زعلانة أني ما جيته قبل كده، رائع جدا. وبالتأكيد الأستاذة عفاف لها انطباع خاص في زيارتنا إلى مركز إثراء مركز الملك عبد العزيز العالمي، ماذا تقولين؟ والله أفتخر وأعتز وأشكرك من كل قلبي إنك أنت جبتنا ووريتنا الحاجة الفخمة في الدمام. يعني بالفعل ما توقعنا إنه يكون كده، وجزاك الله خير. يعني الله يجزاك الخير. طبعا للتوضيح هو مركز إثراء في شركة أرامكو في الظهران، والظهران في المنطقة الشرقية. فقط للتعريف بهذا المركز.